بسم الله الرحمن الرحيم، كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. معكم زميلكم حمزة الحميري. إن شاء الله بنشرح اليوم شابتر الانفلاميشن في الباثولوجي، شابتر مهم وبسيط وسلس إن شاء الله بإذن الله. يعني لو عندكم أي مشاكل أو صعوبة فيه إن شاء الله في هذا الشرح بإذن الله نحاول قدر الإمكان نحن نغطي كل الديفكتس الموجودة بإذن الله. في البداية يتكلم في الشابتر هذا عن تعريف الانفلاميشن، تعريف أو ديفينيشن أوف انفلاميشن. بسيط ببساطة، أول حاجة عايز أقول لكم عليها إنه الإنفلاميشن هذا لازم تفهموا إنه نعمة من الله سبحانه وتعالى، ما هوش حاجة سيئة. الناس لما تسمع عن كلمة إنفلاميشن وتعني التهاب تقول أوه التهاب كذا تبدأ تخاف، مع إنه الالتهاب هذا يدل عن الجسم، يعني إيش، في عنده مناعة، في عنده حاجة زي كذا بيدافع عن 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 الجسم كذا، تمام. فهو بداية نقدر نقول إن الإنفلاميشن شيء جيد، تمام، وهو استجابة من الجسم لأي حاجة غريبة أو أي جرح في عدد من الخلايا أو ما شابه، تمام. نقرأ التعريف مع بعض. بيقول لك الديفينيشن، تمام، أن الانفلاميشن is the response of living vascularized tissue to injury، يعني هو استجابة، تمام، استجابة living vascularized tissue to injury، يعني يقول لك انه هذا ان الخلايا الحيه اللي عندها تغذيه كويسه تستجيب لو وجود ايش جرح لها، تمام. يعني كيف تستجيب؟ تقوم تحمي هذا الجرح، تحاول تصلح هذا الجرح، تعمل عمليه انها تكون بروتكتيف ميكانيزم زي ما هو مذكور هنا، تمام، انها بروتكتيف ميكانيزم. يعني هذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حق ايش، يعني كالعضو اذا تداعى له يعني اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هي نفس الفكره، يعني كان الاحياء الليفنج فاسكولايز تيشو الموجوده في الجسم اذا في عضو او خليه حصل لها جرح او كذا تستهب كلها لنجده هذه الخليه ومحاوله ترميمها واصلاح هذا الخلل الموجود، تمام. فبالتالي الانفلاميشن عمليه مهمه جدا زي ما قلنا، وبالتالي مش فقط انها تساعد في اصلاح هذا الجرح، تروح تقضي على الشيء الاساسي لسبب هذا الجرح، سواء كان بكتيريا او سواء كان اي حاجه تقضي عليه، تمام. والخلايا الميته الناتجه من هذا الهجوم تشيلها وتصفيها، وبنفس الوقت تعطي لك تعمل اول حاجه او في عمليه الاصلاح تساعد في عمليه الاصلاح مستقبلا. اذا الانفلاميشن له ثلاث محاور، يعني في من الاخر، يعني تمام، هو response of living vascularized tissue to injury، استجابة من living vascularized tissue، من الأنسجة الحية اللي عندها vascularization، يعني تغذية كويسة، مغذية بالدم كويس، أكيد مش هيساعدك حد تعبان، هيساعدك حد لو تغذية كويسة، living مش ميت، أكيد، تمام. فهو عبارة عن إيش، ميكانيزم يعني protection mechanism. طيب زي ما قلنا التعريف هذا أساسي ومهم عشان تعرف إيش معنى التهاب، يعني تمام. طيب الآن هو يتكلم عن أنواع الالتهابات، دخل هنا ويتكلم عن أنواع الالتهابات. هنقول على طول أنواع الالتهابات، classification of inflammation، acute وإيش وchronic. طيب طبعا الأكيوت معناته حاد أو سريع أو حاليا، الكرونيك معناته أنه مزمن، تمام. هنقارن بين الأكيوت والكرونيك على ضوء أشياء عديدة. طبعا هو حقيقة هندرس قدام انه في للأكيوت انواع وفي للكرونيك انواع برضه، بس احنا نتكلم عن ايش، عن الاهم، عن المقارنة بينهم. طبعا المقارنة هذه مهمة للغاية، الجدول هذا شيء مهم جدا في سنة اولى هنا وفي سنة ثانية وفي ثالثة وفي رابعة لحد ما تتخرج، كل الامراض اللي هتقابلها هتقابل منها أكيوت هتقابل منها كرونيك، تمام. فهو ايش، حاجة مهمة للغاية. نشوف الان المقارنة زي ما قلنا بين الأكيوت والكرونيك. طيب طبعا هو قارن بينهم وفقا لأربعة محاور، يعني قارن بين حاجة اسمها الأونست، تمام، وقارن الأونست هذه طبعا هي بداية الشيء، يعني أونست البداية، تمام، وقارن بين حاجة اسمها اثنين الديوريشن اللي هي فترة أو مدة الالتهاب، وثالث حاجة قارن بين في التيشو إنجري، يعني كيف إيش حصل للتيشو إنجري من تهتك نتيجة لهذا الالتهاب، ورابع حاجة قارن بين حاجة اسمها local and systemic signs، يعني العلامات اللي هي على الجرح، local اللي هي على الجرح بالضبط، وsystemic اللي هي العلامات اللي هي على الجسم، تمام. فقارن بينهم فأتكلم، قال أن قال بالنسبة للأونست، تمام، للأونست قال أنه fast في الأكيوت، طبعا هو أكيد fast في الأكيوت عشان كده اسمه أكيوت fast، بينما في الكرونيك هو slow، طبعا أكيد بطيء فيأخذ أيام هذاك، بينما هذاك بساعته. طيب طب بما أنه fast فأكيد الديوريشن حقه short، أكيد السريع يأخذ وقت أقل، لكن الديوريشن في الكرونيك لونج، تمام. التيشو انجري بيقول بما انه فاست وشورت فما لحقش يهتك كثير في التيشو انجري، فبالتالي يعتبر انه مايلد، يعني مايلد يعني هو خفيف يعني نوعا ما، وسيلف ليميتنج يعني من نفسه يتعالج، يعني يعالجوه من نفسهم يعني، تمام.
بينما هناك غالبا بيكون ايش؟ سيفير وبروجريسيف. سيفير يعني انه كثير وشديد، وبروجريسيف انه بالتدريج بياخذ وقته، معه وقت، فبالتالي على راحته بيهتك. تمام. الاكيوت بتكون اللوكال والسيستميك ساين تبعه طبعا بيرمننت، اكيد يعني انها بيرمننت، لانه اصلا ايش يعني بيرمننت؟ يعني ظاهره شديده، زي مثلا لو واحد جالس في العربيه تمام، وفي واحد مشي بسيكل مسرع جدا وخبط المرايه، لما هو مسرع هيلتفت الناس، هيعرفوا انه خبط المرايه خبطه جامده، لانه ايش كان سريع، فبالتالي بيكون باين الاصابه. بينما في الكرونيك ماشي بطيء ودلدلا، دحش المرايه بده ما حدش خد باله، فهمتوني؟ فهي ليس بيرمننت، وحاجه اسمها سطل. سطل طبعا معناها يعني انه متخبي او زي كذا، طبعا البي سايلنت هنا يا شباب تنطق سطل يعني. وضحت هذه الصفحة، هذه خرجنا من أساس يعني من حاجتين مهمتين، التعريف اللي هو اللي احنا تكلمنا عليه وأنواعهم والمقارنة بينهم. يعني الصفحة في الآخر، هذه الصفحة ما فيهاش غير تعريف وجدول المقارنة، خلصت الصفحة هذه. تمام. ننتقل للصفحة الثانية، بيتكلم لك على الأكيوت انفلاميشن. بيكتب هنا بيقول لك ستيمولاي فور أكيوت انفلاميشن. ستيمولاي جمع لكلمة ستيمولس، وستيمولس معناته محفز. فيقول لك ايش هي محفزات الاكيوت انفلاميشن، او بطريقه اخرى نقدر نقول ايش هي الكوزز اوف اكيوت انفلاميشن. تمام. طبعا ذكر اول واحده، قال الانفكشن، وطبعا الانفكشن للعلم هو اهم سبب العدوى، الانفكشنز يعني العدوى، وهي اهم سبب بانواعها، جميع انواع العدوى، سواء كانت عدوى بكتيريه او عدوى فيروسيه او عدوى فطريات فنجل او عدوى ايش طفيليات وديدان وكذا برازايتك. تمام. هو تعتبر الانفكشن هي الموست كومن ايش يا شباب. طيب الحاجة الثانية بيقول لك التروما and various physical and chemical agents. يعني ايش؟ بيقول لك التروما اللي هو الخبطة، يعني مثلا واحد اتطعن بسكينة، اتخبط بصميل وما إلى ذلك، يعني هذه التروما قد تعمل تهتك في الأنسجة، فبالتالي تستدعي وجود الالتهاب. فهو كلامه سليم جدا، فالتروما أيضا من الحاجات المهمة. وذكر لك أنواع الإنجري سواء كانوا كيميكال أو فيزيكال، فبيقول لك الثيرمال إنجري زي الحروق، أو زي الفورست بايت. الفورست بايت الحروق يعني ايش؟ حرارة شديدة أدت إلى الحرق. تمام. والفورست بايت اللي هو برد شديد، الناس اللي في الأسكا وكذا وما إلى ذلك. تمام. وبعدين نتكلم عن الإراديشن، الإشعاع. أكيد الإشعاع قد يسبب التهاب، هذا شيء وارد جدا. تمام. ايضا بيقول لك انه بعض الانفايرمنتال مثلا كيميكلز، اللي هي ايش الانفايرمنت، هو الحاجات اللي تضر في البيئه، الانفايرمنتال كيميكلز زي مثلا دخان السيارات وما الى ذلك، تورد توكسيسيتي، يعني تورد تسممات وكذا، ممكن تعمل لك التهابات في الشعب الهوائيه او في اي حاجه ثانيه يعني. هو بيتكلم عن التهاب بشكل عام. تمام. رقم ثلاثة ذكر حاجه اسمها تيشو نيكروسيس. تيشو نيكروسيس طبعا مهم جدا، التيشو نيكروسيس يعني اللي هو ايش، كلمه تيشو نسيج، نيكروسيس يعني ايش، خلاص انتهى، تهتك يعني ميت يعتبر. تمام. بيقول لك ذكر حالات هنا، بيقول لك مثلا ذكر الاسكيميا. كلمه اسكيميا اصلا معناها ايش؟ اسكيميا هو نقص البلد سبلاي للتيشو، يعني نقص تغذيه الدم لهذا النسيج، فبتعمل لك اسكيميا، يقل الدم، فلما يقل الدم لداخل النسيج هذا مع الوقت يحصل للنسيج هذا يموت، فيحصل له ايش يعني انفراكشن. فذكر لك مثلا المايوكارديال انفراكت. المايوكارديال انفراكت يا شباب هذه اللي هي الجلطه القلبيه، فالجلطه القلبيه غالبا نتيجه الاسكيميا بيحصل معها هذا التيشو نيكروسيس، فذكر لك مثال يعني. رابع حاجه اللي هو ايش، الفورين بوديز. اكيد طبعا الفورين بوديز مهمه جدا، وذكر لك امثله الدرت اللي هو التراب والسوتشر والسبلنترز وكذا وما الى ذلك، كل هذه اجسام مضاده تدخل تحفز المناعه تعمل ايش ضدها ايش انفلاميشن. تمام. فذكر لك رقم خمسة برضو اميون رياكشنز. ايش قصده بالاميون رياكشنز؟ شوف احنا قلنا انه اصلا الانفلاميشن كتعريف هو بروتكتيف ميكانيزم، فبالتالي هو استجابه مناعيه. احيانا بيحصل حاجه اميون رياكشن غير متوقع، يعني حاجه يسموها اوتو اميون ديزيز. ايش يعني اوتو اميون ديزيز؟ يعني الجسم يهاجم المناعه، يعني المناعه تهاجم الجسم. تخيل المناعه اللي تحمي الجسم تقوم تهاجم الجسم، تتلخبط مع حاجه ثانيه. فكيف هذا مثلا يحصل؟ حاجات كثيره. تمام. هو ذكر لك الاميون رياكشن هنا، فقال لك كمان ايش الهايبر، يعني زي يسموه اسم اخر هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. كلمه هايبر زياده معناها، سنسيتيفيتي حساسيه، رياكشن تفاعل زياده، يعني حساسيه تفاعل زياده. طيب زي ما انت احكي لكم قصه، يعني مثلا تسمعوا ناس يقول لك انا عندي حساسيه من البيض، عندي حساسيه من القطن، عندي حساسيه من السمك، عندي حساسيه مش عارف من، هؤلاء عندهم هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، فبالتالي هؤلاء معرضين يحصل لهم ايش التهاب. الحمد لله. المهم نشرب لنا قلص قهوة بس يا شباب، نصحصح معاكم. انتهينا، فتكلمنا عن الستيمولاي اوف اكيوت انفلاميشن وهذا الهدار كله. طيب بدأ ينتقل الآن الحديث عن حاجة اسمها اكيوت انفلاماتوري ريسبونس. طبعا هذا
الان احنا تكلمنا عن الانفليشن بشكل عام وتكلمنا عن اسبابه بشكل عام، خلاص اسبابه معروفه ذكرناها، ما هم انفكشن وتروما وتيشو فورين بادي واميون رياكشن، تحفظ كرؤوس اقلام وخلاص انت فاهم اللي داخلها اكيد. يعني اول ما اقول لك ايش الموست كومن هتقول لي انفكشن من غير كلام، وتي وتي اثنين تيات، تروما وتيشو نكروسيس خلصت، فورين باديز واميون رياكشن خلاص يعني تحفظهم رؤوس اقلام وانت فاهم اصلا ايش داخلهم يعني تمام. اما هنا التيشو انفلاماتوري ريسبونس فهو هنا هنبدا الحوار كله، يعني اللي هو عايز يقول لك ايش؟ عايز يقول لك يا صديقي العزيز ايش اللي بيحصل اصلا؟ كيف انه الجسم يعمل الريسبونس هذا؟ ايش بيحصل؟ فهو كان مقسم لك اياهم من الاخر على مرحلتين، فقال لك انهم ايش؟ في مرحله اسمها فاسكولر تشينجز. ايش يعني فاسكولر؟ وعاء دموي. فاسكولر وعاء دموي، تشينج تغيرات في الوعاء الدموي بمراحلها تمام؟ والنوع الثاني تغير خلوي سيلولر تمام؟ نعلم عليه هنا. سيلولر ايش؟ سيليولر ايفنت. طيب تحت الفاسكولار تشينجز ايش التغيرات اللي تحصل في الوعاء الدموي؟ ذكر لك نقطتين تمام، ذكر لك نقطتين A ونقطة B تمام. النقطة A اللي هي تشينج في الفاسكولار كاليبر اند فلو. ايش الفاسكولار كاليبر اند فلو؟ الكاليبر معناته القطر، يعني قطر الوعاء الدموي نفسه. لو مثلا رسمنا هنا وعاء دموي مثلا تمام، انا طبعا سيء في الرسم يا شباب فتعذروني طبعا، هو اللي يكون هذا شكلها بونه ما شكلوش وعاء دموي، المهم مشوها لي وعاء دموي تمام، القطر هذا هو او نص القطر يعني تمام. فيقول لك انه تغيير في الايش؟ في الفاسكولار ايش؟ تشينجز يعني في القطر الوعاء الدموي، والفلو اللي هو سرعه جريان الدم داخل الوعاء الدموي، سرعه جريان الدم ايش؟ داخل الوعاء الدموي تمام. وضحت؟ طيب المهم فبيقول لك انه ايش في فاسكولار تشينجز، يا اما في الفاسكولار كاليبر والفلو وهنذكرها كيف، والسبب الثاني عفوا والسبب الثاني هيكون ايش؟ انكريز الفاسكولار النفاذيه، نفاذيه الوعاء الدموي نفسه يسموها ايش؟ البيرميابيليتي، النفاذيه اللي اسمها بيرميابيليتي اللي هي ايش؟ نفاذيه ايش؟ الوعاء الدموي تمام. فهو ذكر عنوانين تحت ايش؟ الفاسكولار تشينجز، لازم يكون العناوين الرئيسيه يا شباب والهيدلاينز هذه في دماغنا عشان نعرف نتكلم عن ايش. خلاص هو قال انه الاكيوت انفلاماتوري ريسبونس يتكون من حدثين شيقين، حدث فاسكولار وحدث ايش؟ سيلولر. فالحدث الفاسكولار هو اثنين، ايه هما؟ تغيرت الفاس، تغير تشينجز في الفاسكولار كاليبر اللي هو نص القطر تبع الوعاء الدموي، وكمان في الفلو في سرعه الفلو، هذا التغير الاول. التغير الثاني انه زادت نفاذيه الوعاء الدموي تمام. فاحنا نثبت العناوين الرئيسيه في اول شيء في دماغنا قبل ما نخش للديتيلز والتفاصيل تمام. فهذه الفاسكولار تشينجز اللي حصلت اي فاسكولار تحتها عنوانين اي وبي. طيب ايش السيلولر؟ شوف السيلولر بيقول لك انه حصل عده حاجات تمام. فبيقول لك هنا الاول واحده مثلا اهي ليوكوسايت مثلا ايش؟ تمام هذه الأولى ليوكوسايت ريكيورمنت تمام، ريكروتمنت عفوا ريكروتمنت اللي هي تجنيد الليوكوسايت أو تجميع الليوكوسايت، ليوكوسايت ريكروتمنت تمام. النوع وداخل هذه العملية هذه ليوكوسايت ريكروتمنت تحتها عدة ايش؟ تفاصيل تمام، هيتكلم عنها بس احنا نعرف انه الأول فيها ان هي هذه الريكروتمنت تمام، والحاجة الثانية اللي هي الليوكوسايت اكتيفيشن تمام، ليوكوسايت اكتيفيشن. اذا هما مرحلتين. طيب بعدين بيقول لك ايش؟ هذه المرحله الثنتين اللي داخل الموضوع تمام، وبعدين هيتكلم تحت كل مرحله فيها تقسيمه تمام. فبيقول لك مثلا في الريكروتمنت ايش في معاه؟ بيقول لك في الريكروتمنت معايا ايش؟ معايا مارجينيشن اند رولينج، مارجينيشن اند رولينج ليوكوسايت هنتكلم عنهم. كلمه مارجينيشن ان هم قربوا من المارجن، والمارجن معناته الحافه، قربوا من الحافه، ورولينج انها دارت تمام، والليوكوسايتس هي ايش؟ الاجسام البيضاء، الاجسام الايش؟ الخلايا الدم البيضاء اسمها ليوكوسايت تمام. بيفمنتنج ايش يعني بيفمنتنج؟ اللي هو ترصيف كانه مساع البلوك يتجمعوا جنب بعض. ايميجريشن اللي هو ايش؟ كانه زي الهجره او الخروج تمام. هذه وضحت هذول الحاجات هذه. والرقم الرابع اللي هي ايش؟ كيموتاكسز، كيموتاكسز هنشرح كل واحد عنهم بالتفصيل بس انا عايز احط العناوين هذه ايش في دماغك تمام، عايزهم يبقوا في دماغك. طيب في الاكتيفيشن تكلم عن حاجه اسمها فاجوسايتوسيس، تكلم عن عمليه الفاجوسايتوسيس فاحنا ايش هنتكلم برضو عنها بس انا عايز العناوين هذه تبقى في دماغكم يا شباب عشان هي مهمه. تكلم عن حاجه اسمها ليبريشن اوف سبستنس، ليبريشن يعني تحرر، تسمعوا عن الليبراليه والتحرر، هي هذه ليبريشن بالانجليزيه كلمه مصطلحه معناها تحرر السبستنس او خروجها. النقطه الثالثه البرودكشن اوف ايش؟ ميدييتورز، انتاج بعض الايش؟ الميدييتورز تمام. نكمل يا شباب تمام. فبيقول هنا production of mediators تمام، انتاج بعض المواد الوسيطة.
بعدين تتكلم عن حاجة اسمها الرول اوف مايكروفيجز داخل ايش هذا الانفلاميشن، نعمل لها هايلايتنج. فهو ببساطة يا شباب هو هذا ايش الانفلاماتوري ريسبونس. انا عنونت المواضيع هذه كلها بالوان عشان ايش تفتكروا العناوين الرئيسية. اهم حاجة عندي العناوين الرئيسية، العناوين الرئيسية اذا هي مرتبة ومسستمة في دماغك يبقى الكلام اللي تحتها سهل يتجاب. تمام. طيب الفاسكولار تشينز بدا يتكلم عن مرحلتين، بيقول لك احنا قلنا انه هيتغير الكاليبر وهيتغير الفلو، كيف التالي؟ بيقول لك اول ما يحصل التهاب، احنا بدنا نتكلم عن مثلا واحد مثلا انطعن او انجرح بسكينه مثلا في ايش؟ في ذراعه مثلا، ايش حيحصل؟ اول حاجه بيحصل حاجه اسمها ترانزيانت فازوكونستراكشن. ايش يعني ترانزيانت فازوكونستراكشن؟ يعني ضيق في الوعاء الدموي مؤقت. ليش الضيق هذا؟ له هدف انه يقل افراز، يعني يقل البلد لوس، يعني يقل فقدان الدم، فبالتالي ايش؟ وبنفس الوقت يتيح فرصه انه المجلطات تتجه نحو المكان حتى تجلط المكان، فما ينزفش دم خارج الوعاء الدموي كثير. وضحت؟ تمام. فالهدف من الترانزيانت فازوكونستراكشن هذا الشيء. لكن في الاصل ايش؟ انه اول ما يحصل يدخل الجرح مثلا سكينه للنسيج تدخل معاها بكتيريا، مثلا سواء طاح في الارض حصل له تراب كذا دخلت بكتيريا. اول ما تيجي البكتيريا تدخل تقوم ايش؟ يقوم في مواد تفرز زي الهستامين وزي كذا من عده اماكن. الهستامين هذه تفرزها خلايا اسمها الماست سيل، تقوم تفرز الهستامين. الهستامين هذا يعمل لك فازو دايلتيشن للوعاء الدموي. تمام. او ممكن ايش بعض البكتيريا او المواد هذه ايش تحفز انتاج الهستامين اصلا. تمام. فبالتالي هذا بيعمل لك فازوديليشن للوعاء الدموي. ايش بيحصل فازوديليشن؟ يتسع الوعاء الدموي. يعني كان الدعاء الدموي كذا مثلا، نفترض ان الوعاء الدموي كان حقه كذا، اول ما توزع الماده هذه يصبح الوعاء الدموي اوسع. شوفوا كيف تحول حي مزاد. فلما يزيد هنا كان طبعا الفلو سريع لانه ضيق، صح؟ لما زي البيب، تعرف البيب الماسوره، لو الماسوره ضيقه الماء يمشي طلقه سريع، لكن لو الماسوره واسعه يمشي ايش براحته الماء، يبقى سلو سلو. فهي نفس الفكره، يبقى هنا سلو 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 سلو. وضحت؟ تمام. بالتالي يحصل فازو دايليتيشن للوعاء الدموي وتحصل توسع. طيب التوسع هذا ايش فائدته؟ له عده فوائد. اول حاجه يعني ايش؟ انه تقوم تتحول النيوتروفيلز او الخلايا الدم البيضاء الدفاعيه تيجي تلصق تتحرك هنا، تلاقي فرصه توصل عند المارجن، توصل للمارجن حق الوعاء الدموي. تمام. وبنفس الوقت لما يوسع الوعاء الدموي فيزيد الماء الداخل يحصل حاجه اسمها الضغط الطارد، الهيدروستاتيك بريشر، يقوم يخرج لك ايش من الوعاء الدموي بعض الحاجات ايش السوائل الاكسوديت، بعض السوائل الى الانترستيشال سبيس اللي هي السبيس اللي بين الخلايا، داخله بيكون داخله انتي بوديز وداخله ما الى ذلك من اجسام مضاده. تمام. فبيقول لك هنا بيقول لك انه الهايبريميا، ايش يعني هايبريميا؟ يعني ايش؟ انه زياده احمرار. تمام. او ريدنس. تمام. بسبب هذا الوعاء الدموي، يعني بسبب انه الوعاء الدموي وسع فزادت كميه الدم وكذا فعملت ريدنس او احمرار في المكان هذا. تمام. كلام سليم. وزودت الورمث اللي هو انه بيبقى ساخن، فغالبا لو تلاقي حد مجروح في مكان فتلاقيه في البدايه يحمر ويسخن ويورم، فهمتني؟ وفي خمس علامات للاكيوت انفلاميشن هنقراها قدام شويه ان شاء الله باذن الله. تمام. وضح الكلام؟ هذا الموضوع ببساطه. طيب زياده النفاذيه، ايش هي زياده النفاذيه؟ بيقول لك ايش؟ بيقول لك ان البريميابيليتي هذه نفاذيه الوعاء الدموي لما يزيد يخرج لك حاجه اسمها بروتين ريتش فلويد. يعني ايش؟ عباره عن سائل مليان بروتين ومليان اجسام مضاده ومليان خلايا دم بيضاء ومليان فايبرين ومليان كل حاجه، يخرج للايش؟ للاكسترا فاسكولار سبيس اللي هو الانترستيشال. تمام. هذا اسمه اوكسيديت، هذا اسمه اوكسيديت، خلينا نظللها بس، اسمه اوكسيديت هذا السائل. بعدين لما يخرج داخله بروتين وداخله فايبرين وداخله كذا، ومهم جدا هذا الاكسيديت، له منافع كثيره، ينقل لك حاجات كثير ويتكلم حاجات، له مهم جدا الاكسيديت هذا. طيب بيقول لك ايش السبب انه زادت النفاذيه؟ هنا بيقول لك انه الاندوثيليال سيلز كونتراكشن. بقول لك كيف الاندوثيليال كونتراكشن، يعني هو قال لك انه ايش هذا مثلا، خلينا نرسمها لكم هنا، هذه مثلا اندوثيليال سيل. تمام. وهنا اندوثيليال سيل مثلا كانوا كلهم هنا متلاصقات، صح؟ فيقول لك لما يحصل له كونتراكشن يقل المسافه، يعني كيف تصبح كذا؟ تمام، تصبح كذا كونتراكشن، كل واحده انقضت على نفسها فعملت سبيس، عملت سبيس، فايش سهلت النفاذيه او عبور السوائل خلال هذا السبيس. تمام. فبالتالي هذه الكونتراكشن الاندوثيليال كونتراكشن سواء كانت باي عن طريق الهستامين او عن طريق البراديكينين، بوث اوف ذم يعني ايش بيعملوا الاندوثيليال كونتراكشن. بيقول لك او لو حصل انجري لوحده منها، لو ضربت واحده منها حصل لها انجري اكيد بالتالي حتزيد النفاذيه لانه الصف يعني ايش باظ على ما يقولوا. تمام. فيحصل اندوثيليال انجري
اكيد طبعا، فبيزود النفعيه. طيب فاحنا تكلمنا الان عن الاكسديت، قلنا هذا الاكسديت هو سائل غني بالبروتين يخرج نتيجه لزياده النفاذيه من المعدة الدموي، وله عده فوائد. مهم جدا هذه الفوائد يا شباب تفهموها، اهو مكتوبه الفوائد اهو. beneficial effects of fluid exudate، ايش التاثيرات ذات النفع على ايش الاكسديت هذا. اول حاجه بيقول لك انها بتعمل دايلوتي، بتعمل دايلويشن ايش اوف توكسينز، يعني ايش البكتيريا بتفرز مثلا سموم، صح؟ هو بيقوم ايش يخفف السموم هذه، لانه هو سائل مليء بالبروتين كذا يخوف السموم هذه السموم هذه، ويعمل كانه ايش كانه ناقل، ينقل ثلاث حاجات، ينقل الانتي بوديز تمام، وينقل الاكسجين وبعض التغذيه نيوترينتس تمام، ينقلهم تمام. وبنفس الوقت مش هو ناقل، مش قلنا انه ينقل الانتي عفوا ترانسبورت اوف انتي بوتكس، عفوا انا لخبطت حاجه، هو اكيد ينقل الانتي بوديز اهي. والنقطة الثالثة هي الايش، انه ترانسبورت اوف انتي بايوتكس بشكل عام، المضادات الحيوية كلها تنتقل عن طريقه، يعني فعاليتها يعني تمام. فالانتي بوديز اللي ينقلها والانتي بايوتكس اللي ينقله والاكسجين والنيوترينس، كل هذول بيعملهم ايش، عملية ناقل. طبعا ايش فائدته هذا؟ بيقول لك لما ينقل الاجسام المضاده، فبالتالي يساعد ان الاجسام المضاده هذه فيها خلايا اسمها مثلا نيتروفيل او اسمها مايكروفيج، تقوم بابتلاع البكتيريا وتعمل لها تذويب وتكسير داخلها وتخرج حقها ايش الافكت كله تمام. بالتالي يساعد في عمليه حاجه اسمها فاجوسايتوزس ثرو اوبسونايزيشن. كلمه اوبسونايزيشن هذه مهمه جدا، هناخذها كمان قدام. الاوبسونايزيشن يعني ايش، يعني ايش مثلا يقوم هذا السائل يمسك البكتيريا بيده مثلا، ويعمل عليها علامه، يقول يا ماكروفيج يا ماكروفيج تعال تعال في عندي هنا بكتيريا، فهمتني؟ فهو ينبه الميكروفيج يعمل لها اوبسنون او اوبسونايزيشن انه عندي بكتيريا فتعال اقتليها، فهو يعتبر كانه ايش عامل ايش تنبيهي، يمسك فيها ويش في البكتيريا مثلا، ويخلي الميكروفيج او النيتروفيل تركز على انه هنا في بكتيريا تمام. قال لك انه لانه بينقل حاجه اسمها اول حاجه فايبرونجين تمام. بيقول لك الفايبرونجين هذا اساسي لتصنيع الفايبرين، فايبرونجين اساسي لتصنيع الفايبرين، فهو بينقله اصلا فيقوم يصنع لك الفايبرين. الفايبرين هذا يعيق امبيد تمام، امبيد الموفمنت اوف اورجانيزم، يعني يعيق حركه الميكروبات ما يخليش تتحرك براحتها تمام. وفي نفس الوقت ايش يسهل عمليه الابتلاع عن طريق انه بيقيدهم يحددهم في مكان معين انه يمنع حركتها. وكمان يستخدم انه الفايبرين هذا مستقبلا انه يعتبر البيزك او الاساس لبناء مرحله الهيلينج والاصلاح تمام، فيعتبر انه ايش بيعطي الماتريكس الاوليه، يعني وضح هذا الكلام. فاذا فوائد البينيفيشال يعني افكتس اوف فلويد اوكسيديت، هذا مهم جدا يا شباب نعرف ايش فائده الاكسيديت هذا، وايش هو الاكسيديت وكيف يخرج. يخرج بسبب زياده النفاذيه، وهو عباره عن يعني فلويد ريتش ان بروتين، ريتش ان فايبرونجين، ريتش ان زي ما قلنا اي حاجه، يعني انتي بوديز داخله تسمى يعني ماكروفاج نيتروفيل، كل هذه الاشياء بتخرج داخله بتساعد على عده عمليات. وضحت؟ نقدر نقول الان احنا خلصنا من عمليه الفاسكولار تشينجز، واحنا قلنا انه هي عباره عن تغيير في الكاليبر وتغيير في الفلو وانكريز في الفاسكولار ايش بيرميابيليتي تمام. النقطه الثانيه اللي تكلمنا عليها فوائد الاكسديت هذه وانواعها. طيب هندخل على الايفنت، على الايفنت الثاني اللي هو السيلولار ايفنت، ايش اللي بيحصل داخل الخلايا اصلا. هتكلمنا عن الوعاء الدموي، طيب ايش اللي بيحصل داخل الخلايا؟ فبدنا نتكلم، فبدايه حاجه يقول لك حاجه اسمها ريكروتمنت، اللي هو تجنيد خلايا الليكوسايت اللي الخلايا البيضاء. كيف يتم تجنيدها؟ قال عن طريق عده مراحل. اول حاجه عمليه مارجنيشن اوف اند رولينج اوف ليكوسايتوسيس. كلمه مارجنيشن معناته ايش؟ جاءت من كلمه مارجن، المارجن معناته الحافه، حافه الشيء تمام. يعني هو يقصد ايش ببساطة، عشان الكلام هنا كثير جدا لازم تفهمها قبل الكلام. ببساطة هذا الوعاء الدموي كان صغير تمام، كانت تمشي الخلايا الدم البيضاء والنيتروفيلز وما إلى ذلك من الخلايا، تمشي بسرعة عالية، ما تلحق تمشي في النص في السنتر بسبب السرعة العالية، ما تلحقش تلصق في الحواف. طب لما وسع الوعاء الدموي صارت خلاص بساعتها تسرع هنا بس بطيئة، هنا بعض منها يروح هنا بعض منها يروح هنا بعض منها، فأصبح إنه في إيش مارجينيشن، أصبحت قريبة من المارجن تمام. بعدين من المارجينيشن بيقول لك إنه في المارجن في 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 النيوتروفيلز هذه حاجة اسمها ريسبتور اسمه سيلكتين، وفي ريسبتور في 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 المارجن اسمه سيلكتين، فالسيلكتين هذا يلصق مع السيلكتين هذا فيسهل عملية الرولينج إنها تدور، فيحصل لها سكويزنج تعتصر بين الإندوثيليال سيلز فتخرج
الى ايش؟ الى الانترستيشيال سبيس، فبالتالي تساعد على عمليه القضاء على البكتيريا وسمومها. فهمتم كيف الحوار؟ هو يقصد بالدش هذا كله، شوف الكلام هذا كله يقصد الحوار هذا. كلمه مارجنيشن اند رولينج، ان هي كانت ماشيه بسرعه عاليه فبطات، فقربت من المارجن، فبالتالي لصقت في المارجن عن طريق السلكتن، فبالتالي لفت السلكتن هذا لوسلي اتاتش، يعني مش عشان لوسلي اتاتش يعني ما يمسكش بقوه، يمسك بسهوله، يعني مثلا كانه خيط ماسك في خيط، يعني هذه حاجة هنا مربوطة بالسلكتين وهذه، فهي كأنها زي البندول سهل دورانها، فبالتالي بيحصل رولينج بتدور تمام. وهنا عن طريق السكويزنج بعدين ممكن ايش تطلع ايش لقدام، عشان يعني للسوائل اللي برا الوعاء برا المكان، عشان ايش تعمل ايش حقها الافكت وكذا. فهمتم؟ فالكلام هذا كله يعني يدور حول هذه النقطة، كلمة مارجينيشن اند رولينج اوف ليكوسايت، يعني نفس الكلام هذا كله بالضبط. طيب طبعا السلكتن هذا هو اللي تمسك فيه النيتروفيل، هو اسمه هنا كاتبينه هنا له اسم اخر، خليني اوضح لكم. هو بس هم عاملينه هنا بيقول لك حاجه اسمها ادهيشن مولكيول، هي نفسها السلكتن، بيقول لك ايش تويتش ليكوسايت اتاتش لوسلي، اكيد انها تكون اتاتش لوسلي لان هي ايش ماسكه زي ما قلت زي البندول ضعيفه يعني تمام. فبالتالي اتكلم لك عن حاجه اسمها هنا مارجنيشن زي ما تكلمنا، وتكلم عن حاجه اسمها رولينج. اذا كلمه المارجنيشن سببها ايش؟ سببها انه اصبح بطيء فبالتالي راحت للمارجن. كلمه الرولينج ان هي اتاتشت اصلا للادهيشن مولكيول فبالتالي بتعمل رولينج بسهوله جدا تمام. وتكلم لك على السلكتن اللي قلت لكم عليه بكل ايش بساطه. طيب الخطوه الثانيه حاجه اسمها بيفمنتنج. ايش يعني بيفمنتنج؟ ترصيف. كلمه بيفمنتنج يعني بيفمنت بالانجليزي معناته رصيف، فهو ترصيف، يعني يحاول ان الليكوسايت تكون ايش جنب بعض، كل واحده ايش جنب اختها، 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 ترصيف تمام. بيقول لك انه ايش the adhesion of neutrophil to the vascular endothelium at site of acute is called ايش بيفمنت، يعني انها ايش التصاق النيوتروفيل بال زي ما قلنا المارجنيشن قريب المارجن والتصاقها ببعض تعتبر حاجه اسمها بيفمنتنج طبعا تمام. وطبعا هي هذه البيفمنتنج هذه مهمه جدا، ان هي ايش تكون قوه واحده تمنع اي نزيف اخر، تساعد بقوه في اكل بقايا البكتيريا وما الى ذلك وما الى ذلك. طيب الحاجه الثانيه اسمها الاميجريشن اوف ليكوسايت، انا حكيتها على فكرة في أول مرة، كل هذا الكلام حكيته يعني. الإيميجريشن أوف ليوكوسايت اللي هو إيش قلنا؟ هجران الليوكوسايت، مش شرحت لكم هنا؟ قلت لكم أنها هنا مثلا هذه هنا معلقة بالسلكتين اللي هو الأدهيشن مولكيول تمام، بعدين بتعمل رولينج بتلف بتلف، وبعدين تقدر تعمل عن طريق السكويزنج مثلا تطلع لبرا، هي هذه الفكرة. هو هنا أهو بيعيد لك، يقول لك أنه برايمرلي باي سكويزنج، أنها بتخرج عن طريق السكويزنج في البداية تمام. وبعدين بيقول لك this occur mainly in the venules، المهم كلام عام جدا. migration of leukocyte is driven by chemotaxis chemokines اللي هي ايش بعض المواد، بيقول لك انه في مواد بتحفز هذه الاشياء او كذا تمام. فهو ايش الفكره انك تكون فاهمها اهم حاجه. بيقول لك اهم حاجه انه after passing through the endothelium، بعد ما تعدي هذه الخلايا عن طريق سواء بالسكويزنج او طريق انه اي chemical mediators تمام، بتفرز حاجه اسمها كولاجينيز. ايش الكولاجينيز هذا؟ هذه الخلايا او النيتروفيل او الخلايا الليكوسايت بتفرز ماده الكولاجينيز اللي هي تذوب الكولاجين الموجود في البيزمنت ممبرين حق ايش حق الوعاء الدموي. ما هو احنا قلنا باي سكويزنج، طيب مش احنا قلنا انها تعدي باي سكويزنج هنا؟ لحظه خليني اوضحها، مش قلنا احنا بتعدي هنا باي سكويز؟ مش قلنا اول حاجه ان هي ادهيشن مولكيول اهي صح، مسك في السلكتين ادهيشن مولكيول، بعد كده عمل رولينج لف 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 تمام، وبعدين وصل لهنا ها صح. فالمفروض انه يخرج سكويزنج قبل، كيف يخرج؟ طيب سكويزنج هذه واحده من الخطوات. الخطوه الثانيه انه ايش يقوم يفرز، ايش اول ما يخرج على طول من هنا يقوم يفرز الكولاجينيز، يذوب ايش البيزمنت ممبرين في عنصر الكولاجين عشان يخرج منه يعدي، لازم يذوب ويكسر الحاجز، فبالتالي يفرز ايش الكولاجينيز اللي هو بيقول لك انيبل ذيم تو باس ثرو ذا فاسكولار بيزمنت ممبرين تمام، يساعدهم على ايش على انهم يمشوا عن طريق الفاسكولار بيزمنت ممبرين اهو. enable them to pass through ايش فاسكولار ايش الفاسكولار بيزمنت ممبرين. طيب انا هنتكلم على نقطه ثانيه، الحاجه الثانيه اسمها الدايبيديسيس. ايش الدايبيديسيس هذه؟ هذه عباره انه يقول انه خلايا الدم الحمراء عموما وكذا ممكن انها تهرب او تسكب من البلد فيزل عن طريق انه ايش قوه الاندفاع اللي هو الهيدروستاتيك بريشر، يعني الضغط الداخل الوعاء الدموي يسموه الضغط الطارد يطردها يعني كذا، وهذه عرج عليها تعريج عام يعني تمام. فبدا يتكلم عن ايش عن حاجه اسمها الكيمو ايش تاكسز اللي هي حاجه الرابعه، يقول لك انه بعد ما بيحصل انه الاكسترافازيتنج فروم ذا بلاد يعني الليكوسايت موف توورد ذا سايت اوف انفكشن، زي ما حكينا يعني
بتروح بعد كذا ايش اول ما تخرج، تقصد يقصد اول ما تخرج عن طريق الوعاء الدموي هذه الخلايا بتروح مباشره ليش للبكتيريا اللي عامله المشكله. طيب كيف تروح، كيف تعرف البكتيريا اللي عامله المشكله؟ بيكون في كيميكال ايجنتس معينه او جريدينتس معينه يسموها كيمو اتراكتنت اصلا، اللي هي جاذبات لهذه النيوتروفيل او الخلايا حق الجسم، تروح ايش تروح للجاذبات هذه فتمسك فيها وتدمرها وما الى ذلك. تمام. بعدين بيقول لك الكيموتاكتيك فاكتورز انكلود ذا فلوينج، هذه مهمه. بيقول لك مثل ايش الكيموتاكتيك فاكتور؟ بيقول لك ايش اللي هي حاجات اللي بتجذب، يعني بتلفت الانتباه للبكتيريا انها تقوم تهاجم، عفوا للخلايا الدم انها تقوم تهاجم هذه البكتيريا. بتلاقي عندها برودكتس، البكتيريا برودكتس يعني المنتجات حق البكتيريا هذه، ممكن تكون ايش عامل انه ايش يقوم ايش يلفت الانتباه للخلايا الدم البيضاء هذه. حاجه اسمها سايتوكاينز، تمام، سبيشالي ذوس اوف كيموكاينين فاميلي او فاميلي اون سون يعني. تمام، السيتوكاينز هذه واحدة من الانزيمات اللي تفرز. تمام، حاجة اسمها سي خمسة، كومبلمنت سي خمسة. تمام، حاجة اسمها اسمه برودكتس اوف اراكونويد اسيد ميتابوليزم اند ليكوتراين بي اربعة. انا مش عارف هذه كيف هتفهموها بالتفاصيل، بس هي مش مهمة انكم تفهموها يعني بتفاصيلها، احفظوا بس انه هم هذول الاشياء لو وجدت على البكتيريا او وجدت في مكان ما هتساعد على عملية ايش ان هم انه يتقفش المكان فيحصل ايش اتراكشن للاسمه. اذا هو هنا حضر لها لكم كمان عشان ايش تبوا ايش حافظين هذا الكلام يعني سي خمسة وما الى ذلك من الاشياء. تمام. طيب المهم عموما حنتكلم عن تفاصيلهم، قلنا لكم الكيموتاكس فاكتورز ايش هم وذكرناهم بتفاصيلهم. ننتقل للفقرة التي بعدها. تمام، لحظة بس الباب بيرن، هفصل دقيقة نرجع مرة ثانية يا شباب. بيتكلم عن الليكوسايت اكتيفيشن، بيقول لك عملية الليكوسايت اكتيفيشن هذه المرحلة الثانية عند من السيلولر ايفنت اللي هي فاجوسايتوسس، اللي هي عملية ابتلاع على ايش البكتيريا وما الى ذلك. بيقول لك تعريفها في البداية، طبعا هذه مهمة كلمة هذا الموضوع، هذا مهم، الفاجوسايتوسس هذا مهم جدا لازم نكون فاهمينه. تمام، بيقول لك الديفينيشن انه ريكوجنيشن اللي هو تعرف، تمام، اند اتاتشمنت اوف ذا بارتيكلز تو ذا ايش انجستين ليكوسايت، يعني يقول لك انه بيتعرفها وبتمسك فيها وبتبلعها وما الى ذلك، تعمل انجولفمنت بلع. تمام، وبالتالي تقتلها وتعمل ديجنريشن، تحلل جزيئاتها وكذا داخلها عن طريق انزيمات معينه داخلها. تمام، فبتكلم لك على الستبس اوف ايش اوف فاجوسايتوسيس، مهمه طبعا. اول ستيب يقول انه الليكوسايت بند انها بترتبط، تمام، وانجست اغلب الاورجانيزم وما الى ذلك، تمام، والديد سيلز عن طريق سبيسيفيك سيل ريسبتورز معينه. تمام، هذه الريسبتورز او المستقبلات تركز على الكومبوننت تبع الميكروب والديد سيلز، فتقول للبكتيريا اهي هذه ميكروبات وديد بكتيريا، فنروح مباشره كماكروفيج او كنتروسيلز على طول ايش نبلعهم، وبعدين في البلع داخل الاجسام نفرز انزيم معين اسمه لايزوسوم. الانزيم هذا يقوم بتحليل هذه المركبات وتكسيرها تكسيرها تكسيرها تماما وايش والتخلص منها فيما بعد. تمام، اذا اول خطبه قصدي انه بيعمل ايش ارتباط وبلع لايش الموست اوف اورجانيزم، تمام، عن طريق الريسبتورز اللي بيتعرف عليها. طيب ننتقل اللي بعدها. بعدين بيقول لك انه ايش انه غالبيه الريسبتورات الثانيه، تمام، بايش بتركنايز الهوست بروتين كولد اوبسينون. بعض مش هنتكلمنا اول حاجه عن حاجه اسمها اوبسينايزيشن، ايش قلنا الاوبسينايزيشن؟ انه عمليه انه عن طريق انه ايش مثلا الماكروفاج ما تعرفش على البكتيريا، لكن في حاجه ثانيه قالت الماكروفاج يا ماكروفاج تعال تعال هنا في بكتيريا، هذه اسمها اوبسينون الحاجه هذه، والعمليه هذه اسمها اوبسينايزيشن، انه قتل البكتيريا عن طريق وسيط عرفوا عليها. هذه خلاصه النقطه هذه ايش رقم سي. تمام، طيب بس ايش اهم حاجه في معلومه مهمه جدا، بيقول لك ان هذه كلمه مهمه جدا جدا، هذا ممكن يجي ام سي كيو، ذا موست امبورتنت، تمام، هاي ضللت عليها، ذا موست امبورتنت اوبسينز ار انتي بوديز اوف ذا ايش اي جي جي، هذا نوع معين من الاجسام المضاده اي جي جي، وهذا اكثر واحد واهم واحد يساعد على تعريف الميكروفيج او تعريف بعض الخلايا النيتروفيلز على انه فيه هنا بكتيريا، فبالتالي واحد من اهم الحاجات هذا هو. تمام، هو موست امبورتنت الاي جي جي، تمام، من المعرفات، فبالتالي ممكن يجي لكم انسكيو يقول لك ايش الموست كومن اوبسينون مثلا، ويجيب لك خيارات يقول لك اي جي جي مثلا او اي جي اي او اي جي اي، فترتب ايش تركز اي جي جي اثنين جيات، وضحت؟ طيب بعدين زي ما قلنا لكم انه بيحصل كيلينج اند ديجراديشن اوف انجستد بارتيكلز اند سو اون، تمام، فبالتالي هذه الحاجات بيحصل لها كمان عن طريق اللايسوزوم اللي ذكرناها، هي اللايزوم والفاجوزومز والحاجات هذه، تمام،
بالتالي بيدمرهم تمام ويخلصنا منهم تمام. وهنا اعطاكم رسم توضيحي، هذا بيقول لك هي بايندينج مثلا بدايه البكتيريا، هي بايندينج تتربط مع البكتيريا الريسبتور اهي والبايندينج اهو، بعدين بيقول لك تمام، يقول لك اهو تحصل ابزوربشن، بعدين ايشو اللي هو فاجوسايتوز هو بيحصل اهو انجلفمنت تبدا الابتلاع، بيقول لك اهو انتي بودي اي جي اشهر واحد عرفهم تمام. بعدين بيقول لك انه ايش فاجوزوم فورميشن اللي هو ايش انه ابتلعوا وتخلطوا مع الانزيم هذا فحصلوا ايش حاجات زي كذا يسموها فاجوزوم تمام، وبعدين حصل لهم ديجار يعني تحليل وتكسير وما الى ذلك. طيب بيقول لك ليبريشن اوف سبستانس اللي هي بتعمل ديستروي للاكسترا سيلر ميكروب، بيقول لك خلاص اكيد احنا بعد عمليه الفاجوزايتوز بنعمل ليبريشن اوف سبستانس، احنا قلناها نعيد التكرير للكلام نصه تمام. وبعدين بيقول لك انه في برودكشن اوف ميدياتورز يعني في بعض ينتجوا بعض الوسائط التي تساعد على هذه الاشياء، واحنا ذكرناها كمان فوق اللي هو الاركادونيك اسيد ميتابولايتس والسايتوكاينز، كل هذول بيساعدوا الايش الاميون الانفلاماتوري رياكشن وبيعملوا اكتيفيشن لليوكوسايت تمام. بعدين بيقول لك الرول اوف مايكروفيج، بيقول لك الرول اوف مايكروفيج هي اولا المايكروفيج قبل ما تخرج تكون مايكروفيج هي تكون اسمها مونوسايت داخل الوعاء الدموي، بالعمليه اللي ذكرناها كيف تخرج الاجسام المضاده او كيف تخرج خلايا الدم البيضاء اللي برا الوعاء الدموي عشان تحارب البكتيريا اللي عامله الانفلاميشن، تتحول المونوسايت تمام مباشره الى ماكروفاج وتكون اكتف وتكون يعني كثيره الحركه موطايل وتكون عندها فاجوسايتوك انرجي عالي جدا فتبلع جميع البكتيريا، هذا هي حكايتها يعني. فبيقول لك يتكلم لك هنا بيقول لك the most acute inflammation macrophage play lesser role يعني الدور أقل في الفاجوسايتوسيس مقارنة بالنيوتروفيل، النيوتروفيل بيتعمل الدور الأساسي يعني، فلو قال لك من اللي تعمل دور أكثر فتتكلم إنه النيوتروفيل تعمل الدور الأساسي والمهم يليها المايكروفيج. إذا الأساسي مين؟ الأساسي مين يا شباب؟ عشان إيش لو قلت لكم MCQ الأساسي يبقى إيش؟ هو النيوتروفيل الأساسي، هي النيوتروفيل في عملية إيش؟ الفاجوسايتوسيس. طيب بيقول لك في الآخر يعني تمام both macrophage and neutrophil may discharge the lysosomal enzyme، الاثنين بيفرزوا حقهم اللايزومال انزيم في الفلويد يعني في الاكستراسيلر فلويد يعني مش كمان داخل مش الحاجه اللي يبلعوها يفرزولها، لا قال لك انه ممكن ايش يفرزوها في الاكستراسيلر يعني براهم يفرزوا هذه المواد. طب لما يفرزوها براهم ايش هنستفيد احنا؟ بيقول لك غالبا يعني يعني بيعمل ايش بيعمل اذابه للاكسيديت او زي حاجه زي كذا يعني تمام، assist in digestion of inflammatory oxidase، نعم بيذوب الأكسيدات هم هذا إذا ماتت الخلايا هذه أو أفرزت حقها اللايسوسايمال برا نفسها فهتميت فتخلص لك إيش من الأكسيدات، فبالتالي يعتبر الفاينل إيش فاينالي drained by lymphatics يعني الأكسيد هذا بعد ما ياخذ هذا الإكسترا فلويد اللي جاي من الميكروفاجا ولا هذا بيتحول بعدين في الأخير عن طريق الليمفاتكس الأوعية الليمفاوية وتخلص منه بطريقة معينة تمام. بيقول لك ايضا في الاضافه ايش في حاجه مهمه تعملها الميكروفاج ان هي بيقول لك بتفرز يعني جروث فاكتورز وتفرز حاجات كثيره تساعد على عمليه الريبير، يعني الميكروفاج مش انها فقط تبتلع البكتيريا لا فقط تؤسس ايضا لعمليه الاصلاح، فهي الميكروفاج هذه رجل صالح يعني مش فقط يقضي على الذنوب والبكتيريا والبتاع لا ده يحاول انه ايش يصلح في عمليه البناء ويساعد في ذلك، فهو يعطي ايش جروث فاكتورز اند سو اون تمام. الان هيتكلم لك عن اللوكال ساين and symptoms of acute inflammation. احنا قلنا اي acute inflammation له خمس علامات، هذا كلينيكالي لما تبقى دكتور هتعرف انه له خمس علامات. اول ما يجي لك واحد ما يروح بيده بعد ساعه ساعتين هتلاقي انه حصل ريدنس احمرار، احنا ليش قلنا ليش احمرار؟ لانه الوعاء الدموي اتسع ذكرناها تمام. وايش سبب الاتساع هذا؟ ذكرنا انه في مواد معينه عملت اتساع زي الهيستامين وزي البراديكاينين اند سون تمام. اكيد حيحصل هوتنس، حيحصل ايش انه يكون سخن المكان، احنا قلنا هايبريميا وورث بسبب وورمث بسبب ايش انه اتساع الوعاء الدموي تمام. وبيحصل سويلنج ليش؟ لانه خرج السائل، مش قلنا خرج السائل من الوعاء الدموي اللي انتصر شيء الفلويد فزود فعمل حاجه اسمها سويلنج او اديما تمام. وحاجه اخيره اسمها بين، اكيد اي واحد لو تعور هيكون عنده بين صح، لو تعور بسكين وانجرح حيحصل عنده بين الم. طب ايش سبب البلم؟ يقول لك انه حصل نيرف كومبريشن، مش احنا قلنا خرجنا سائل فعمل السائل هذا عمل اكسوديت، فالاكسوديت هذه هي عباره عن تورم، فالورم هذا ضغط على النيرف فبالتالي عمل لك الم، فيقول لك يا اما نيرف كومبريشن باي اكسوديت او عن طريق الريتيشن يعني تهيج عن طريق بعض الميدييترز زي الايش زي البرادي كاينين او البروستاجلاندين اي 2
زي هذول المهم بيعملوا اريتيشن او تهيج اثناء عمليه الانفلاميشن. طيب الحاجه الخامسه بيحصل ايش؟ لوس اوف فانكشن. اللي هو ايش لوس اوف فانكشن؟ اللي هو خلاص بسبب انه البين مش قادر يحرك مثلا صباعه المجروحه او يده المجروحه، فبالتالي بيحصل لوس اوف فانكشن، ما بيستخدمهاش. لوس اوف فانكشن يعني فقدان للوظيفه. اذا خمس علامات مهمه جدا يا شباب لو جينا نتكلم عنهم، هم ايش هم؟ ريدنس، احمرار، هوتنس حرارة عالية، سولينج أو إديمة تورم، البين، واللوكس أوف فانكشن. هذه مهمة جدا، لوكال ساينس، خمسة لوكال ساينس تتحفظ زي اسمك. تمام، هذه أشياء مهمة للغاية جدا جدا جدا. طيب الآن بنتكلم يا شباب عن السيستميك إفكت أوف أكيوت إنفلاميشن. إيش يعني سيستميك إفكت أوف سيستميك إفكت أوف أكيوت إنفلاميشن؟ هتكلمنا عن التأثير حق اللوكال، صح ولا لا؟ تكلمنا عن اللوكال ساين كيف بتبان في مكان الجرح، والآن سيستميك تأثيرها على الجسم كامل. أول ما تتذكروا تتذكروا كلمة فيفر، تتذكروا الحديث حق تداعى له سائر الجسد إيش؟ بالسهر والحمى. الحمى ذكرنا، طيب إيش السهر؟ السهر الحاجة الثانية. طيب اللي هو يقول لك إيش؟ إنه بيحصل حاجة اسمها production of acute phase proteins. الجسم سهران قاعد ينتج إيش؟ بروتينات وعلامات تبين للجسم إنه هذا إيش؟ إن هناك التهاب، فالحقوا المكان هذا، انتبهوا للمكان هذا، احموا المكان هذا، وما إلى ذلك من كلام. تمام؟ طيب بيقول لك الاكيوت فيز بروتين هذه عباره عن ايش؟ ايش هم البروتين هذولا؟ بيقول لك حاجه اسمها سيري اكتيف بروتين، نوع معين من البروتين اسمه سيري اكتيف بروتين. تمام، خلينا نضلل لكم اياه. ونوع اسمه فايبرونجين، ونوع اسمه سيرم امايلويد. تمام، اس اي. تمام، هذول كلهم ينتجوا عن طريق الليفر يا شباب. تمام، ينتجوا عن طريق الليفر سيلز. تمام، تحت تأثير under the effect إيش of cytokines. cytokines هذول من فين جاءوا تحديدا؟ وحدد منهم، قال لك interleukin 6 and others. ليش قال تحت تأثير cytokines؟ ما احنا قلنا إنه cytokines هم mediators اللي بيؤدوا إيش، بينبهوا الجسم إنه في inflammation وفي التهاب وفي يعني في عدوى وفي بكتيريا وفي كذا، فبالتالي يحصل إيش؟ النداء اللي عمل التهاب وحماية الجسم. تمام، فبالتالي هذول البروتينات الثلاثة اللي هم سيري أكتيف بروتين، فايبرونجين، and CAA اللي هو سيرم أمايلويد بروتين. طيب في حاجة بقول لكم إياها. طيب أنتم تسمعون عن الفحوصات التالية، في فحوصات اسمها فحص اسمه CBC نتكلم عليه، في فحص اسمه CRP. تمام، في فحص اسمه ESR. هذا فحص. أحيانا العيانين اللي تشكن عندهم التهابات في جسمهم أو ما إلى ذلك، مش فقط التهابات اللي هي الجرح اللي نتيجة عن تعويرة، أي التهاب، التهاب شعب هوائية أو أي التهاب في أي أماكن ثانية، أي التهاب، تطلب من العيانين بعض الفحوصات وأنت طبيب، تقول له عايز فحص CBC. إيش CBC هذا؟ CBC هذا اختصار لكلمة Complete Blood Count، يعني صورة الدم. تمام، اختصارها صورة الدم الكاملة. بيبين لك فيها عدة أشياء، بيبين لك فيها هل خلايا الدم البيضاء زادت، هذه من علامات الالتهاب، فاسمها ايش لو خلايا الدم زادت؟ اسمها ليوكوسايتوزيس، خلايا الدم البيضاء اسمها ليوكوسايتوزيس. فهو بيبين لك هل هناك ليوكوسايتوزيس ولا لا. تمام، السيري اكتيف بروتين هذا اللي هو السي ار بي، هو السيري اكتيف بروتين اختصار له، هذا يبين لك اذا زاد السيري اكتيف بروتين، بالتالي هذا يؤيد انه هناك انفلاميشن وهناك التهاب، حصل ان الجسم استجاب لهذا الانفلاميشن وهذا الالتهاب. هذه علامه في المخبر، في المختبر يعني. الاي اس ار هذا يسموها اريثروسايت سيدمنتيشن ريت، اللي هو ايش؟ يقول لك ترسب خلايا الدم الحمراء، معدل ترسب خلايا الدم الحمراء. طيب ايش كيف معدل ترسب خلايا الدم الحمراء؟ انا هستفيد منه ايش؟ هنستفيد منه التالي، اقول لك كيف حكايته. هذا يبين لك طبعا اذا كان الاي اس ار عالي يعطيني ان هناك ايش انفلاميشن، واذا كان عالي بنسبه معينه فقد ربما يستثني لي، يعطيني ان انا اشخص بعض الديزيز او بعض الامراض وما الى ذلك. تمام، فكيف اصلا الاي اس ار؟ يقول لك انه الفايبرونجين هذا الموجود في الاكسيديت قد يرتبط في بعض خلايا الدم الحمراء الاريثروسايت، فايش يسحبها لتحت، يرسبها ما يخليهاش تطلع، فيزود ايش معدل ترسيبها. فبالتالي اذا كان عدد خلايا الدم الحمراء اللي هي ماسكه في الفيبرونجين ومترسبه كثير، هذا يؤكد ان هناك انفلاميشن بسبب انه هناك فيبرونجين كثير رسب خلايا الدم الحمراء كثير. تمام، هذا واحده من العلامات. اذا الفحوصات هذه دائما تطلبوها وانت طبيب في العياده، مثلا تجي لك حالات تشك ان عندها التهابات او كذا، فتطلب لها هذه العلامات الثلاثه غالبا، السي بي سي صوره الدم الكامل عشان تتاكد هل في ليوكوسايتوزيس ولا لا. تمام، وهل سي ار بي، هل هناك ايش التهاب وعلامات من الانفلاميشن في السيستميك، مش بس في المكان، في السيستميك علامات عامه في الجسم كله، والاي سي ار وما الى ذلك. تمام،
طبعا ايش وظيفه هذه البروتينات اصلا؟ هي المفرزه من الليفر، هذه السي رياكتيف بروتين والفايبرونوجين والسيروم امايلويد، ايش فائدتهم؟ هذول يعملوا يعتبروا زي الاوبسنونز. ايش الاوبسنونز اللي تكلمناهم عنهم قبل؟ اللي هم يمسكوا اي حاجه من علامات البكتيريا ويقول للنيتروفيل او المايكروفاج او الاجسام المضاده، يا اجسام مضاده يا اي جي جي يا مش عارف مين، اي جي ذا واحد اشهر واحد منهم، يا اجسام مضاده يعني يا مايكروفاج يا نيتروفيلز، تعالوا هنا في بكتيريا مهمه وهذا انا زدت موجود في المكان هذا، معناته انه في علامه. فاول ما تشوف الميكروفاج في واحد من هذول البروتينات الموجوده، السي رياكتيف بروتين او الفايبرونجين او ما الى ذلك، على طول تروح تهاجم المكان هذاك وتقضي عليه وتبلعه. فبالتالي هو عمليه مساعده لعمليه واداء الخلايا في القضاء على البكتيريا او القضاء على الامراض الثانيه. طيب بيقول لك انه طبعا الفايبرونجين زي ما تكلمنا بيمسك في هذول الخلايا الدم الحمراء، بيرصهم جنب بعض، تمام، زي يجمعهم فوق بعض فوق بعض فوق بعض جنب بعض، زي ايش حاجه اسمها ستاكس. ستاكس هذه اللي هي عباره عن ايش، اللي هي تجمعات او كومه، زي يقول لك كومه القش، هذه ستاكس الكومه، يجمعهم كده على بعض. فبالتالي انت عن طريق الفحص هذا بتعرف انه في التهاب ام لا، تمام. وذكرنا قلنا انه في السي بي سي هيبين انه في ليكوسايتوسيس اللي هي زياده خلايا الدم البيضاء. طبعا اكيد كيف تزيد خلايا الدم البيضاء؟ مش احنا قلنا انه خلايا الدم البيضاء اول حاجه بتعمل، تذكروا الحركه اللي ذكرناها اول، انه مارجينيشن وبعدين رولينج وبعدين تخرج وكذا، والفلويدز اللي يخرجها الفلويدز هذا الاكسوديت، داخل فيه فايبرونجين وداخل فيه خلايا دم بيضاء وانتي باديز وما الى ذلك. ايوه خلاص، هي عن طريق هذه، عن طريق السايتوكاينز هو الذي بيجمعهم ويستيموليت البرودكشن اوف ذم، فهم ايش مهمين جدا للدفاع عن الجسم، تمام. يقول لك لا سمح الله انه ممكن تصل العلامه من العلامات هذا، انا مستغرب ليش ذكروا لكم هذه صراحه، السيبتك شوك هي حاجه خطيره جدا، وهي المفروض انها تكون كومبليكيشن ما تكونش علامه، لكن هو ذكرها كعلامه يعني، تمام. السيبتك شوك مش عارف يعني انتم فاهمين ايش معنى سيبتك او معنى ايش معنى شوك اصلا. طب كلمه شوك بالعربي بالبسيط كده معناتها صدمه، لكنها في الجسم هي صدمه من نوع اخر. كلمة شوك ان جنرال معناتها انخفاض في درجة انخفاض في درجة الضغط، تمام، نقصان، ممكن يكون نقصان في الـ في الـ في الـ في الدم، نقصان في حركة القلب، في انواع للشوك يعني، فهمتني، نقصان يعني نقصان للضغط، قد يكون نقصان في مشكلة في في في, في حركة القلب، ما القلب ما يكونتراكتش كويس، بالتالي بيحصل نوع معين من الشوك، انواع معينة من الشوك. فهو ذكر لك السيبتك شوك. ليش ذكر لك السيبتك شوك؟ السيبتك جاية من ايش؟ من البكتيريا. فالبكتيريا هذه اذا ما تعالجتش وما في مكانها من اللوكل، ممكن تتطور وتحصل مشكله وتتحول الى سيبتك شوك. سيبتك شوك هذه علامه خطيره، هذه سقوط شديد للبلاد بريشر، تمام، سقوط شديد لضغط الدم، انخفاض شديد لضغط الدم، تمام. وفي بعض التغيرات معاها يعني، العيان اللي يجي لك سيبتك شوك هذا يجي لك يشتكي من ضيق نفس وتعرق وحاجه اسمها كونفيوجن، يعني ايش، هو مش عارف هو فين ولا تبع ايش، مربوش يعني، يجي لك كذا، وعنده مثلا احيانا يكون عنده حمى، واحيانا يكون عنده مثلا برد، ايديته باردات وارجله باردات، دخل في حاجه اسمها سيبتك شوك. شفتوا كيف خطير؟ يعني ممكن انفلاميشن بسيط جدا يوصلنا لحاجه السيبتك شوك. طبعا السيبتك شوك هذه لو وصلت المرحله دي مرحله قاتله وخطيره، وتعتبر من حالات الطوارئ التي تستدعي مباشره الذهاب للطوارئ، او يعني مباشره التعامل معها تعامل طارئ جدا، ونشخصها ونعالجها وكذا وكذا. لما تبقوا امتياز ان شاء الله هتقابلوا حالات كثيره سيبتك شوك في في الطوارئ ان شاء الله، يعني في الطوارئ، وهتتعلموها اكثر اكثر لما تشوفوها بالتفصيل. فالسيبتك شوك يعني كلام يعني حاجه مهمه، وهي ذكرها هنا انها من العلامات السيستميك يعني افكتس of acute inflammation، ممكن يؤدي الى سيبتك شوك. طبعا طبعا السيبتك شوك غالبا ممكن تجي عن طريق ايش، بعد العمليات الجراحيه، بعض الـ مثلا النيمونيا، مثلا حاجه اسمها التهاب الشعب الهوائيه قد تؤدي الى ذلك. يعني مش محور حديثنا السيبتك شوك، بس انا حبيت ان مرميه اصلا كذا، شايف انا شايف رميتها هنا خطا، ولكن قد ايش نشرح لكم الموجود يعني حسب ما كتبوه يعني، تمام. فاتمنى انها تكون ايش وصلت. طيب بيقول لك هنا النقطه الاخيره، بيقول لك اوتكم اوف اكيوت انفلاميشن. ايش قصده باوتكم اوف اكيوت انفلاميشن؟ كلمه اوتكم يعني ايش، ايش المخرجات حق الاكيوت انفلاميشن، ايش نتائجهم، ايش هيحصل بعد الاكيوت انفلاميشن؟ هيحصل حاجه من اربع، هيحصل حاجه من اربع، يا اما حاجه اسمها ريزوليوشن اللي هو ايش، اللي هو تعافى، رجع كل حاجه طبيعيه وتعافينا، كومبليت ريستورشن اوف تيشو تو نورمال، يعني رجع التيشو او النسيج الى مكانه الطبيعي، كل شيء رجع طبيعي وصلحنا الدنيا والامور كلها طيبه. طيب اذا ما حصلش ريزوليوشن، هيحصل حاجة ثانية، ممكن يحصل حاجة اسمها بروجريشن اند سبريد. وكلمة بروجريشن اند سبريد هذه مشكلة، انه البكتيريا مش فقط تكون في مكانها في اللوكال، لا، تبدا تنتشر الى الجسم، سواء تنتشر عن طريق الدم، تنتشر عن طريق الليمف، تنتشر من مكان لمكان عن طريق حاجه اسمها دايركت سبريد. وبالتالي معنا ثلاثه انواع للسبريد لازم نفهمهم هنا، حاجه اسمها دايركت سبريد، وحاجه اسمها ليمفاتيك سبريد، وحاجه اسمها بلاد سبريد، ثلاثه انواع للبلاد سبريد. طبعا البلاد سبريد خطير، هذا اللي يعمل لك سيبتسيميا، واللي ممكن يؤدي لك اصلا الى ايش، سيبتك شك، فهمت؟ فهو هذا الدليل.
فهذا المصير الثالث. طب ايش المصير الثالث؟ انه الاكيوت يتحول لكرونيك. وعلى فكره هذا مهم جدا في الحياه الكلينيكيه العمليه، يعني هتلاقي عيانين جاي لك باكيوت ما تعالجش كويس، اذا ما حصلوش سبريد يحصل له كرونيك، يتحول كرونيك يصبح مرض مزمن. تمام، خلاص هذا غالبا اذا ايش، اذا ما قضيناش تمام على الاورجانيزم اللي سبب الاكيوت انفلاميشن وبقى مقاوم. مثلا بعض الناس بيجي لهم التهابات فياخذ مضاد حيوي ما يكملش كورس الانتي بايوتيك او المضاد الحيوي، فيتحول الاكيوت انفلاميشن لكرونيك انفلاميشن، لانه ما تمشي القضاء تماما على البكتيريا، اخذت مناعه فاصبحت ايش تروح وتيجي. تمام، اخر حاجه بيقول لك اسمها سكارينج. ايش السكارينج؟ يعني مثلا انت جرحت في يدك صح، وحصل انفلاميشن وكذا وكذا، بدا يحصل الهيلينج او ريبير في المكان ويصلح وكل حاجه، اخر شيء يبقى سكار. كلنا مننا، كل واحد مننا اكيد من الشباب او اي حد تلاقي جرح وفي بعدين علامه سكار، اللي هو سكار اللي هو مش عارف ايش معناه بالعربي، السكار هذا اللي هو بعد الدخش ما تعود تبقى في علامه، ما يبقاش في شباب، يبقى في سكار. تمام، الاسكار هذا يقول لك تايب اوف ريبير افتر تيشو ديستركشن وما الى ذلك. تمام، غالبا زي لو حصل ابسس، لو حصل خراج مثلا وفقش الخراج وكذا بيعمل حاجه اسمها ايش، سكارينج. المهم يعني سكارينج هذا من علامات الريجنريشن والريبير، يعني قد حصل ريبير وخلص. اذا معنا اربعه مصائر او اربعه فيت، هذه اوتكم اوف اكيوت انفلاميشن، ممكن نسميها فيت اوف اكيوت انفلاميشن. ايش يعني كلمه فيت؟ يعني مصير الاكيوت انفلاميشن هيكون ايش، هيكون يا اما ريزوليوشن يرجع تمام، يا اما هيحصل له لا سمح الله بروجريشن وسبريد، يا اما دايركت سبريد من مكان لمكان، يا اما عن طريق الليمف، يا اما عن طريق البلد لا سمح الله ويدخلني في ايش، في سبتسيميا او سبتك شوك. تمام، يا اما يتحول من اكيوت الى كرونيك يطول وكذا وكذا بسبب ان الاورجانيزم تمشي القضاء عليه بشكل كامل، يا اما انه يتم التعافي وكذا ويظهر ايش، سكارينج. سكارينج هذا مختلف عن النورمال تيشو، بس احنا يعني ايش بيبقى انه تم التعافي لكن عمل سكار او علامه بينت انه كان هناك جرح. أكتفي لحد الآن بهذا القدر يا شباب، حاولوا تقرأوا الذي شرحته لكم أنا إن شاء الله، وإذا في أي استفسار ولا شيء إن شاء الله أنا برد عليكم بإذن الله على كل الاستفسارات. وفي التسجيل الثاني إن شاء الله هشرح لكم أنواع الأكيوت إنفلاميشن وتفاصيلهم وما إلى ذلك. أتمنى أنكم تفهموا هذه المقدمة وتقرأوها وبعدين ممكن ننتقل للذي بعدها. وشكرا جزيلا، أعتقد أن شرحت في 50 دقيقة، إن شاء الله يكون الوقت يعني كافي وزايد إن شاء الله. السلام عليكم.